افتتاح معهد عبد الله بن مسعود في مدينة موريك لتحفيظ القرآن الكريم وبعض العلوم الشرعية. تم تكريم بعض الطلاب الذين أتموا حفظ جزء عما، وقد قامت إدارة المعهد بتكريمهم ببعض الأمور المعنوية والمادية. كذلك نشكر المجلس المحلي أيضا في مدينة موريك الذي ساهم في تكريم الطلاب الذين أتموا حفظ جزء عما. أنا المحامي عبد السلام القاسم المكلف برئاسة مجلس مدينة موريك. لقد وجهت لنا دعوة الحضور لتخرج دورة حفظة القرآن من أبناء مدينة موريك من معهد عبد الله بن مسعود، وقد أشرفنا على المسابقة حيث كانت النتائج جيدة، وكان أبناؤنا أبناء مدينة موريك في هذه الدورة حافظين للقرآن بدرجة جيدة.